السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما عودتكم شركة تركواز العقارية بإطلاعكم على مشاريعها المتميزة والمتألقة من حيث الموقع الاستراتيجي والإطلالات والخدمات الخارجية والداخلية به. طبعا هذا المشروع راح يتميز عن باقي المشاريع من ناحية التصاميم والهندسة. خليكم ويانا حتى تشوفون تفاصيل هذا المشروع. طبعا يقع هذا المشروع في اسطنبول الأوروبية منطقة أسنيورت على الطريق الرئيسي E5 E5، يبعد فقط 19 كيلومتر عن مطار أتاتورك القديم، ويبعد 25 كيلومتر عن مركز المدينة اللي هو تقسيم فاتح أقصراي. طبعا هذا المجمع متكون من 3 أبراج جاهزة للسكن كلها. طبعا هو سابقا واحد من الأبراج رادوا يسووا فندق 5 نجوم، بس حولوه سكني كله جاهز. فهذا المشروع يتميز بالتصاميم كأنه داخل فندق 5 نجوم، تصميم كلش حلو مميز عن باقي المشاريع الأخرى، بالإضافة مجهز بنظام حماية على مدار 24 ساعة، ويتم الدخول من خلال البصمة به، وأيضا موجود نظام حماية من الحرارة. خليكم ويانا هسه حتى نطلعكم أكثر على تفاصيل المشروع والتصاميم الحلوة اللي به، كأنه داخل فندق 5 نجوم مثل ما قلت لكم. ابقوا ويانا. هذا مشروعنا اليوم اللي روانا لكم اياه، ان شاء الله عجبكم، ولا تنسون تخلون لايك على هذا الفيديو ومتابعتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك واليوتيوب والتويتر والانستغرام، واللي عنده سؤال يسالنا ونكون سعيدين بالاجابه على كل اسئلتكم. سلام.